بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي علمنا بالقلم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الأول ومخرجهم من الظلمات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم طلبتنا الأعزاء في برنامج القيادة التربوية، أهلا وسهلا بكم. سأكون معكم أنا الدكتورة آلاء طارق الضمرات في مادة أساليب البحث العلمي، إذ سنتناول اليوم المحاضرة الأولى. يعد البحث العلمي الطريق الوحيد للمعرفة في معظم دول العالم المتقدم، فهو يعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية تعتمد على الأساليب المنظمة المتبعة في الملاحظة وتسجيل البيانات ووصف الأحداث وتكوين الفرضية في البحث العلمي. كل هذه الخطوات يجب أن تكون منظمة، تهدف إلى الاكتشاف وترجمة الحقائق وتفسير الظواهر، وهو ما ينتج عنه فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات، ويعمل على إيجاد علم تطبيقي من خلال القوانين والنظريات التي يتم التوصل إليها. أي أن البحث العلمي هو مجموعة من البيانات المنظمة والمحددة التي تتعلق بموضوع أو مسألة معينة، ودائما تكون مرتبطة بالعلم وأساليب العلم المختلفة. لذا في المحاضرة الأولى سنتناول عدة مواضيع قبل التطرق إلى مفهوم البحث العلمي. في البداية سنتناول مفهوم البحث ومفهوم العلم، ثم سيتم التطرق إلى الفرق بين العلم والمعرفة. سنتناول أيضا ما هي خصائص العلم وكيفية الوصول إلى المعرفة عن طريق معرفة الطرق والتدرج في مراحل الوصول إلى المعرفة. ثم سنأتي إلى تناول مفهوم البحث العلمي من عدة جوانب، ثم سنتطرق إلى أهمية البحث العلمي وما هي أهداف البحث العلمي. سنتناول أيضا في المحاضرة الأولى ما هي خصائص البحث العلمي. سنأخذ أيضا مقومات البحث العلمي. أيضا سيتم التطرق في هذه المحاضرة إلى سمات الباحث العلمي وما هي الصفات التي يجب أن يمتلكها الباحث. سنأخذ في نهاية هذه المحاضرة الصعوبات التي يواجهها الباحث العلمي في عمله أو قيامه للبحث العلمي. لابد في البداية من الإشارة إلى أن الإنسان تمكن بما يملكه من طاقات ذهنية وإمكانيات عقلية من تحقيق التطورات على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك بفضل محاولاته المتكررة للبحث عما يجري حوله من ظواهر وتفسيرها، محاولة الوصول إلى عناصرها وما تؤثر فيه وما تتأثر به من ظواهر أخرى ترتبط به، وذلك لأجل التحكم في مجرياتها واستخدامها لمنفعته. وإذا تتبعنا محاولات الإنسان للتوصل إلى المعرفة، فإننا نجد أن الحضارات القديمة قد أعطت مدلولات كبيرة عن الإنجازات المتطورة التي تم التوصل إليها، وعن سلسلة محاولات للوصول إلى الأسلوب العلمي في البحث من خلال البراعة في الهندسة والري وإنشاء السدود والبناء والتخطيط وفنون العمارة، فكل ذلك أتى وفقا لدراسات وبحث علمي، إذ يشكل البحث العلمي أداة رئيسية من أدوات التقدم العلمي والتقنيات العلمية المتطورة، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجه الإنسان على كافة مفاصل الحياة ومختلفها، ومن خلاله يتم التحقق من الإضافات العلمية الجادة التي تشكل حجر الزاوية في البناء للحضارات الإنسانية، كونها الفائض التراكمي لنتائج العقل البشري في الخلق والإبداع والسلوك. وبالتالي فقد حظي البحث العلمي بالعناية الفائقة في الدول المتقدمة وبعضا من الدول النامية أيضا، على أنه ينبغي أن نشير إلى أن البحث العلمي يعد عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد الوطني، طالما أنه يسهم في نمو الدخل القومي للعديد من بعض الدول العالم المتقدمة والنامية منها، بما يفوق إسهامات عناصر الاقتصاد الأخرى كالأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. ويشكل البحث العلمي العمود الفقري في البناء المعرفي الأكاديمي، ليس فقط للباحثين الناشئين، بل أيضا للمتقدمين منهم،
من هنا توصل التفكير في معالجة أساسيات البحث العلمي، لذا كان لابد من التعرف أولاً بمفهوم البحث، وثانياً بمفهوم العلم، وثالثاً الخوض في مفهوم البحث العلمي. نأتي أولاً إلى مفهوم البحث. تشير كلمة البحث إلى طلب الشيء والسؤال عنه، يقال بحثت بحثاً. فالبحث هنا هو محاولة لاكتشاف جزء من المعرفة لإذاعته بين الناس والاستفادة منه. معناه أيضاً محاولة التوصل إلى شيء غير ظاهر لكونه مختلطاً بغيره، مما يجعله غير متميز إلى حد ما. وأيضاً يمكن أن يشير البحث إلى محاولة الوصول إلى شيء له صفات محددة ومعينة من بين عدة أشياء، فهو محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضاً متكاملاً بذكاء وإدراك لتسير في ركب الحضارة العالمية، وتسهم أيضاً فيه إسهامات حية وشاملة، أي أن البحث هو الوسيلة للوصول إلى تطوير المعرفة بطرق منتظمة وطريقة لإيجاد حلول للمشكلات في ظل التغير الاجتماعي في مختلف النواحي، لكي يسير المجتمع في سبيل التقدم ويحقق ما يصبو إليه. أما فيما يتعلق بمفهوم العلم، فهو يشير إلى ذلك المجهود أو النشاط الذي يهدف إلى زيادة قدرة الإنسان في السيطرة على عناصر بيئته الطبيعية. فالإنسان منذ وجوده بدأ يتحسس بيئته الطبيعية ويحاول أيضا اكتشاف أسرارها، فبدأت المعرفة منذ بدء الحياة الأولى وأخذت تتنامى وتتزايد بمرور الوقت. وقد حاول الإنسان منذ البداية وصف الظواهر المختلفة، وقد عمل على تحليلها وتصنيفها، فضلا عن محاولاته المستمرة في الكشف عن العلاقات القائمة والمتبادلة بين تلك الظواهر. وقد ترتب على ذلك أن قسم العلماء لتلك الظواهر توصلوا إلى أن هناك مجاميع متنوعة تعبر عن كل علم من العلوم، فنشأت علوم الأرض وعلوم الأحياء والنباتات والحيوانات وعلم الفلك وعلم الأمراض وعلم النفس وعلم الاقتصاد وغيرها من العلوم، كعلم الجغرافيا وعلم الإدارة وما إلى ذلك من العلوم. فالعلم إذن مجمل عام، وما التخصصات إلا لفهم هذا المجمل، فالحدود الفاصلة بين العلوم لا ظل لها في الواقع، طالما أن كافة العلوم تشترك في الأهداف والأساليب، فهي تسعى جميعها من أجل تفسير الظواهر المحيطة بالإنسان فيما يحقق رفاهيته. هنا نشير إلى أن الهدف من العلوم تحقيق الرفاهية والسعادة إلى الإنسان، وتعتمد جميعها على أساليب البحث العلمي في الوصول إلى تلك الأهداف. يجب الإشارة إلى أنه هناك فرق بين العلم والمعرفة. إن مفهوم المعرفة ليس مرادفاً لمفهوم العلم، فالمعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية، فكل علم معرفة، إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون كل معرفة علم. إن العلم قوة ورافعة للأمة وزيادة في الوعي، وإن مستقبل الأمة ونبض حياتها هو في دفع عجلة العلم إلى الأمام. لكي تتدفق الحياة يجب أن نتقدم في العلم، وكلما كانت صلتنا بالعلم قريبة ومتلازمة كلما أعطينا للحياة قوة ومعنى. إن العلم وتعلمه هو زيادة في المعارف وتقدمها. إن رجل العلم عليه أن يتصفح أفكاره وبرامجه وعلومه، ويقف بين الحين والآخر على ما هو معلوم لديه وما هو مجهول، ويحاول أن يرسخ العلوم ويتقدم بها ويستكشف المجهول برؤية ونفاذ وصبر لكي يصل إلى ما بعد العلم، وهو طرق البحث العلمي إلى الحلول المنطقية الموضوعية. وهنا يتسامى العلم إلى البحث عن الحقيقة والتأمل والتفكير فيها من توازن ومراعاة أصول طرق البحث العلمي، ويبين الباحث حركة فكره ووجدانه وإرادته ضمن نطاق العلم والمعرفة. فالعلم هنا تتفتح فيه الحياة، ويكون هناك إقبال على الحياة كلها ضمن تفسيرها وتوظيفها في تحقيق التنمية على مستوى التطبيق المباشر والاتصالات بحاجات المجتمع، والبحث في العلم الدقيق الذي ينتج ما يفيد المجتمع لاحقا. ومن هنا نشأت اتجاهات كثيرة في مفهوم العلم والمؤثرة منها، مما سبب إنشاء طرق متعددة لتحصيل المعرفة والبحث والعلم، اللذين يتزامنان مع بعضهما البعض
بالمعنى، فالبحث هو التفتيش والاستقصاء والتفكير والتأمل للوصول إلى شيء يريده. أما العلم فهو لغويا يحمل معنى المعرفة والدراية وإدراك الشيء على حقيقته ومعرفة الحقائق التي تتصل به. يمكن الوصول إلى استنتاج أن الفرق بين المعرفة والعلم يتلخص فيما يلي: إن المعرفة أوسع حدودا ومدلولا وأكثر شمولا وامتدادا من العلم. المعرفة في شمولها تتضمن معارف علمية ومعارف غير علمية، وتقوم على التفرقة بين النوعين على أساس قواعد منهجية وأساليب التفكير التي تتبع أو التي تتبع في تحصيل المعارف. فإذا اتبع الباحث قواعد المنهج العلمي في التعرف على الأشياء وعلى الكشف عن الظواهر، فإن المعرفة تصبح حينها معرفة علمية، أي أن المعرفة تشير إلى الإدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة من خلال المشاهدة أو الملاحظة أو من خلال عملية التأمل في طبيعة الأشياء أو من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم. أيضاً إن المعرفة مرتبطة بالبديهة والمنطق والملاحظة والبحث لاكتشاف المجهول، في حين أن العلم يطلق على مجموعة من المعارف النظرية والعملية التي تكتسب. والأبحاث القائمة على المنهج تكون واضحة مستندة إلى الموضوعية، أي لا تتدخل في ذلك أذواق الباحثين والدارسين، والتي توصلت من خلال التجربة إلى درجة كافية من الوحدة والدقة والضبط والشمولية والقابلية أيضا للتكرار والقابلية للإثبات، سواء اقتضت وتوصلت إلى قوانين ثابتة أو أدت إلى قوانين عامة تقريبيا. إن العلم يعني السير وفق الأسلوب العلمي، أي بناء القواعد والنظريات. فالعلم هو الإلمام بالحقيقة، والعلم يقال للإدراك الكلي المركب، أما المعرفة فهي تقال للإدراك الجزئي البسيط. وكذلك يطلق العلم على مجموعة وسائل وأصول كلية، فالعلم كما يدرس هو معرفة، إلى أنه يطلق على نوع خاص من المعرفة، وهذا النوع الذي يبحث عن القوانين العامة التي تربط بين مجموعة الحقائق الخاصة. أي أن العلم أساسه يقوم على معرفة لاستخراج قوانين عامة من هذه المعرفة. وإذا كان هناك من يفرق بين الفلسفة والعلم على أساس أن العلم عمليات منظمة يقوم بها الناس، وتاريخ العلم القديم يسير مع تاريخ الحضارة، غير أن الفلاسفة اقتصروا إلى الآن على تفسير العلم إلى عالم ومعلم، وغير أن هناك من يرى أن الفلسفة هي أم العلوم وهدفها البحث عن الحقيقة والرفع من وجهات النظر المتفقة عليها بين الفلاسفة، إلا أن العلم والبحث العلمي والفلسفة تلتقي على صعيد واحد هو البحث عن الحقيقة ورغبة الباحث في الحصول على لذة عقلية أو الوصول إلى هدف محدد لخدمة المجتمعات البشرية، وكما أشرنا سابقا للحصول على السعادة والرفاهية. وفي النهاية يجدر الإشارة إلى أن هناك عدة تعريف لمفهوم العلم، ولكن ليس هناك تعريف واحد شامل كامل مانع للعلم متفق عليه بين الباحثين. فالعلم يشير إلى سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين والإطارات النظرية التي نشأت كنتيجة للتجريب أو كنتيجة للمشاهدات المنتظمة. من الممكن أيضا أن نعرف العلم بأنه جهود إنسانية منظمة تتضمن فهم الظواهر التي تجري حولنا وتفسيرها على أساس من العلاقات التبادلية بينها وبين الظواهر الأخرى، أي أن العلم يعتمد على حقائق معنية ومعينة يمكن التأكد منها من خلال التجربة والمشاهدة، وليس على سلطة ومكانة الفرد في المجتمع. وبناء على تعريف العلم السابقة، فإن العلم يهدف إلى تحقيق ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في: أولاً الفهم، ثانياً التنبؤ، وثالثاً الضبط والتحكم.
نأتي أولاً إلى الهدف الأول من أهداف العلم، وهو الفهم، ويشير بموجبه إلى أنه ينبغي على الباحث أن يدرك جوهر الظواهر وتفسيراتها، لا أن يكتفي فقط بوصفها وتشخيصها، فالفهم هو أن تعرف كيف حدثت الظاهرة، وأن تتعرف على علاقة الظاهرة بالظواهر الأخرى ولماذا حدثت. ولكي نفهم الظاهرة لا بد من فهم أسباب حدوثها باعتبارها متغيراً تابعاً أو نتيجة لوجود عوامل وظواهر أخرى قد سببت حدوثها، ولا بد من تحديد الظروف والعوامل للظواهر الأخرى التي نجمت عنها هذه الظاهرة باعتبارها متغيرات مستقلة مسؤولة عن حدوث الظاهرة المدروسة، كما أن تحديد العلاقة بين الظواهر عنصر ثالث مهم للتعرف على هذه الظاهرة. أما ثانياً فإن العلم يهدف إلى تحقيق التنبؤ، وبموجبه يستطيع الباحث أن يستنتج من فهمه للظاهرة وقوانينها نتائج أخرى مرتبطة بالظاهرة. فالتنبؤ هو تصور للنتائج التي يمكن أن تحدث إذا ما طبقت القوانين، مما يزيد من فهمنا للظاهرة المدروسة. باختصار، إن التنبؤ يعني الاستنتاج في ضوء المعرفة المسبقة للظاهرة، ولا يعد سليماً ما لم يتم إثباته تجريبياً. وثالثاً، يهدف العلم إلى تحقيق الضبط والتحكم من خلال التحكم بالظواهر المتنوعة وفرض السيطرة عليها بما يكفل تحقيق النتائج المتوخى. ففهم الظاهرة يقود إلى تحديد نتائجها وبالتالي السيطرة عليها أو تقليل آثارها، والضبط والتحكم مرتبط إذن بالفهم والتنبؤ. مثال على ذلك ظاهرة التصحر، ففهم ظاهرة التصحر في عديد من الوطن العربي يعود إلى التنبؤ عن العلاقة بين ظاهرة التصحر والاستيطان البشري أو التوزيع السكاني، مما يهيئ الفرصة للتحكم بهذه الظاهرة من خلال طرح الخيارات المختلفة العملية التي تحد منها أو تقلل من تأثيرها. ويمكن التحكم في خريطة استخدامات الأرض لاحقاً بتلك المناطق. وعموماً فالعلم يسعى إلى إقامة نظريات، والنظرية مصطلح يشير إلى كل ما هو تأملي ومجرد وقائم على التصورات والنظريات التي تستعين بالتصور المجرد. خصائص العلم: تقوم فلسفة العلم على عدة مسلمات ترتبط بوضوح المعرفة التي تسعى وراء البحث عن الحقيقة، وهو طبعا ما يحاول العلماء تحقيقه، فيما يلي عدد من خصائص العلم. الخاصية الأولى التجريب، أي أن العلم يقوم على حقائق ملموسة ومحسوسة بعيدة عن الخيال والتصورات المجردة والمعرفة الذاتية. الخاصية الثانية الافتراض، أي أنه يستند على الفروض التي تعد الأساس لفهم الأنشطة العلمية. أيضا المنطق، فالمنطق أداة لكل معرفة علمية، فهي المتحكمة بمشكلة الدراسة وأيضا بوضع فرضياتها وتحليلها وانتهاء بنتائجها. أيضا من الخصائص للعلم خاصية التطبيق، وتشير إلى أن العلم يستند إلى الجانب الإجرائي والعلمي الذي يهدف إليه الباحث. أيضا القيم والأخلاق، فالعلم هو لخدمة الإنسان وتطوره، وعليه يجب على الباحث أن يتحلى بالقيم والأخلاق، وهي مسألة مهمة. وعليه فإن العلم يشترط ثلاثة مسلمات: الأولى الظواهر موضوع الدراسة، والثانية إمكانية تطبيق البحث العلمي على تلك الظواهر لكشفها وتحليلها، والثالثة والأخيرة وهي الوصول إلى القوانين العلمية والتي تشير إلى النظرية. طرق الوصول إلى المعرفة: عرف الإنسان في بحثه عبر العصور عن المعرفة وطموحه المتواصل من أجل إشباع دوافع حب الاستطلاع لديه فيما يتعلق بحقيقة العالم المحيط به وحقيقة وجوده هو، وفيما يساعده على تحسين أساليب ووسائل حياته هو الحصول على الرفاهية، وأيضا من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة. لذلك حب الإنسان قبل اهتدائه إلى المنهج البحثي العلمي إلى مصادر متباينة للمعرفة من خلال طرق قديمة لتحصيل المعرفة، كان أهمها طريقة المحاولة والخطأ، الخبرة، المرجعية أو السلطة، وأيضا التفكير الاستنباطي، الاستدلالي أو الأسلوب الاستقرائي، وفي النهاية توصل إلى التفكير العلمي وإلى منهجية البحث العلمي. تمثلت المرحلة الأولى من طرق الوصول إلى المعرفة بطريقة المحاولة والخطأ،
فكان الإنسان القديم يصل إلى المعرفة من خلال الصدفة، وأحياناً عن طريق المحاولة والخطأ. وهذا يعني أن الإنسان قد يصل إلى المعرفة من دون فهم أو تفسير دقيق وواضح لها، وبشكل عام تعتبر هذه من الطرق البدائية، ولا يمكن أن تكون فاعلة على الإطلاق، لأنها تقود أحياناً إلى أخطاء جسيمة، كما أنها لم تكن الوسيلة الملائمة لبناء المعرفة العلمية والثقافية الموثوق بنتائجها والقادرة على تحقيق التقدم الاجتماعي. أما الطريقة الثانية من طرق الوصول إلى المعرفة فقد كانت من خلال الخبرة، يقصد بها خبرة الإنسان في الحياة اليومية، وكانت تستخدم بشكل واسع، حيثما لا يستطيع الإنسان إيجاد أجوبة لكثير من الأسئلة التي تواجهه أو حلول للمعضلات والصعوبات التي تعترضه. وعلى الرغم من أن الخبرة قائمة على أسس منطقية، فإن عليها محددات، فهي عرضة لعوامل شتى قد تقلل من صلاحيتها في الحكم على الظواهر وعلى الأشياء. الخبرة الشخصية ذاتية وتختلف من شخص إلى آخر، أي أنها متباينة، وهناك قصور آخر في مجال الخبرة والحصول على المعلومات من خلال أو المعرفة من خلال الخبرة. تتمثل هذا القصور بأن خبرة الفرد مهما اتسعت فإنها لن تشمل المعارف جميعها، وعليه في النهاية أن يستفيد من خبرات الآخرين، وقد تؤدي إلى نتائج خاطئة إذا استخدمت دون نقد ودون اعتماد نتائجها على أدلة كافية أو أدلة موضوعية. الطريقة الثالثة من طرق الوصول إلى المعرفة تشير إلى المرجعية أو إلى السلطة، فقد لجأ الإنسان القديم إلى تقليد الآباء وتقليد كبار السن ورجال الدين وأصحاب السلطة وقدماء العلماء والتقاء البارزين منهم لتحصيل المعرفة. وتقسم المرجعية أو السلطة إلى نوعين، النوع الأول يتمثل في المرجعية إلى القيم والتقاليد والأعراف الاجتماعية، يلجأ الإنسان في هذه السلطة إلى حكم الموروث الثقافي والاجتماعي الذي ترعرع ونشأ عليه، والذي يفرض عليه التمسك بقيمه وعاداته وأعرافه وأعراف السابقين والأسلاف منه، كي تهديه إلى ما ينبغي عليه فعله، إذ أن للنظم القبلية والعشائرية دور في غرس القيم والعادات في نفوس الأفراد، واللجوء إلى هذه العادات والقيم يقلل من الجهد ويقلل من الوقت الذي يبذله الفرد للحصول على المعرفة، وقد يقوده أحياناً إلى الخطأ. النوع الثاني مرجعية ذوي الاختصاص أو المهنيين منهم، هناك سلطة معرفية لذوي الاختصاص يلجأ إليها الأفراد باعتبارهم مصدر أساسي للمعرفة لديهم، وهي مرجعية الدولة ومرجعية المشرعين أو مرجعية القدماء منهم. الطريقة الرابعة من طرق الوصول إلى المعرفة تتمثل في التفكير الاستنباطي أو ما يسمى الاستدلالي، وتشير إلى أسلوب الاستنتاج بالقياس والاستدلال. تعتمد أو تتمثل طريقة التفكير الاستنباطي بالقياس المنطقي أو الكشف عن الظروف والقوانين التي تحكم الظاهرة أو معرفة الحدث محل الاهتمام. تستوجب هذه الطريقة الاستنتاج والانتقال من المبادئ العامة إلى المبادئ الخاصة، أو من المبادئ الأساسية إلى النتائج التي تنجم عنها. للطريقة الاستنتاجية عيوب عدة، إذ يتوجب على الباحث أن يبدأ بقضية صحيحة من أجل التوصل إلى نتائج صحيحة، ولكن على الرغم من وجود هذا القصور في التفكير الاستنتاجي فإنه مفيد في البحث العلمي، فهو يتيح للباحث طرح الفرضيات، كما أنها تعد جزءاً مهماً في عملية الاستقصاء العلمي. والطريقة الخامسة من طرق الوصول إلى المعرفة تتمثل في الأسلوب الاستقرائي، تشير
إلى الأسلوب الذي يعتمد على الانتقال من الجزيئيات للوصول إلى أحكام عامة، وملاحظة الأحكام الجزئية لوضع أحكام للكل. العالم بيكون اقترح طريقة جديدة للحصول على المعرفة، مفادها البحث عن الحقائق وعدم الاعتماد على المعرفة السابقة أو التكهن بها. وقد أصبحت الطريقة التي اقترحها هي القاعدة الأساسية للبحث العلمي في شتى الحقول. أخيراً، يمكن القول أننا لا نستطيع القيام باستقراء تام إلا على الجماعات الصغيرة نسبياً، فإننا عادة ما نلجأ إلى الاستقراء الناقص غير التام. والشيء المهم في هذه الطريقة أننا نأخذ عينة من المجتمع المعني ونستنتج منها خاصية المجتمع الكلي. أما فيما يتعلق بخطوات الأسلوب الاستقرائي، فإنها تبدأ بالملاحظات، التجارب، ثم الفرضيات. نأتي إلى الملاحظات. تقسم الملاحظات إلى نوعان: الملاحظات المقصودة والملاحظات البسيطة. الملاحظات المقصودة تشير إلى إعطاء معلومات أو نصوص معينة اهتماماً أكبر من غيرها، لأن الباحث يرى أن هذه المعلومات تحديداً ستضيف لنتائج البحث، وستكون هذه النتائج دقيقة، وهذه النصوص ستكون من النصوص التي ستساعده في إضافة وصف مناسب للبحث. أما الملاحظة البسيطة فتشير إلى الملاحظات الاستنتاجية، يلاحظها الباحث بطريقة لحظية دون أن يفكر بها مسبقاً، أو ربما تتم هذه الملاحظة بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعملية البحث أو قيامه في البحث، أو من خلال قراءته لموضوع يتعلق بالظاهرة موضوع البحث. ويمكن أن يعرف هذا النوع من الملاحظة من خلال عملية الاستكشاف. يتواجد العديد من الشروط لكي تتم عملية الملاحظة. هذه الشروط تقسم إلى ما يلي: أولاً، تواجد الأفكار لدى الباحث الاستقرائي. ثانياً، قابلية الملاحظة لتطبق في مناهج البحث المستخدمة في عملية الاستقراء. ثالثاً، أن يكون يتوافر بها معلومات مفهومة وأن تكون قابلة للتفسير. نأتي أيضاً للشرط الرابع من شروط الملاحظة: يجب أن تكون الأفكار موضوعية يمكن للمنهج الاستقرائي الاستفادة منها. من الخطوات أيضاً التجارب. نأتي لمفهوم التجارب. يشير مفهوم التجارب إلى أنها اختبار للباحث في المنهج الاستقرائي. هذا الاختبار يساعده في معرفة مدى تطبيق المنهج في النطاق المخصص له. يمكن أن تكون هذه التجارب مرتبطة بالتفاعلات الكيميائية أو الإحصائيات والأرقام أو المعادلات الرياضية أو مكتوبة متعلقة بالنص للتعرف على مدى تأثيره. نأتي أيضاً للخطوة الثالثة من خطوات الأسلوب الاستقرائي، وهي الفرضيات. يشير مفهوم الفرضيات إلى مجموعة من الافتراضات أو البدائل التي يضعها الباحث في بحثه. هذه الفرضيات تساعده في الوصول إلى تفسيرات قد تقبل التطبيق وقد لا تقبل التطبيق، يمكن تطبيقها في المنهج الاستقرائي. لذلك يقوم الباحث بفرض أكثر من افتراض ويقارن بينهما حتى يصل إلى أنسب افتراض يمكن تطبيقه في هذا المنهج الاستقرائي. لابد من ذكر أن للمنهج الاستقرائي عدد من المميزات، وأيضاً يتواجد له عدد من العيوب. نشير بداية إلى مميزات المنهج الاستقرائي. يتميز المنهج الاستقرائي بأنه متعدد الميزات، يشمل على دراسة الظواهر البحثية أو المشكلات بأسلوب منهجي. أيضاً يتميز بأن نتائجه تكون أقرب للحقيقة. يمكن أن يطبق قوانين عامة علمية أو أن يطبق قوانين اجتماعية من خلال الفروض إذا تم إثبات صحتها. أيضا من مميزات المنهج الاستقرائي أنه يعتمد على الموضوعية والدقة.
نأتي إلى عيوب الأسلوب الاستقرائي أو المنهج الاستقرائي. لكل منهج طبعا عيوب ومميزات. العيوب تتمثل في من الصعب تعميم النتائج في معظم الأبحاث الخاصة بالمنهج، ويرجع ذلك إلى أسباب الظواهر قابلة للتغير في المستقبل مع ظهور الأسس والنظريات الحديثة. فمع تغير الزمن تتغير الأسس، لذا لا يمكن تعميم نتائجه. أيضا لا يمكن إطلاق تعريف أو مصطلح أو مفهوم عام في بعض الحالات البحثية، وذلك لأن الأجزاء التي خضعت للتجارب أو الملاحظة قد لا تتشابه مع الأجزاء الأخرى الباقية الظاهرة. نأتي إلى الفرق بين الاستدلال الاستنباطي والمنهج الاستقرائي أو الأسلوب الاستقرائي، وما الفرق بين الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي. إن الأسلوب أو المنهج الاستقرائي يقوم على استنتاج معالم وحقائق عامة من واقع مفردات محددة ومعينة، ويتجه كما قلنا في السابق من الخاص إلى العام، فيلاحظ الباحث ظاهرة معينة ويحاول من ملاحظته استقراء بعض القواعد أو النظريات العامة التي تفسر سلوك الظاهرة، وذلك من خلال الحصول على معلومات أو ملاحظات يمكن تحليلها ويمكن اكتشاف العلاقات التي تربطها، كما يمكن التعرف على أوجه التشابه بينها، ثم يتم استخلاص ذلك من خلال النتائج، ويتم استخلاص نتائج عامة إذا اختبرت وإذا تم إثبات صحتها. إذا تم إثبات صحة المعلومات الواردة فيها قد تصبح نظرية وقد تصبح تعميمات مقبولة. تتوقف سلامة الأسلوب الاستقرائي على مدى شمول الاستقرار لجميع العوامل والظواهر التي تحيط بالظاهرة محل البحث، ولضمان صلاحية هذه الفروض يجب أن تشمل ملاحظات الباحث كافة العوامل التي تتعلق بالمشكلة، وهي التي يطلق عليها المتغيرات، حيث يختلف مقدارها وتتفاوت قوتها إلى التأثير على المشكلة من وقت لآخر. وعند المقارنة بين النتائج المتعلقة بظاهرتين أو أكثر، يتعين تثبيت هذه المتغيرات في كل حالة حتى يكون الإجراء صحيحاً، حيث تتم المقارنة في ظل ظروف موحدة، ويلاحظ أن اختيار أحد هذين الأسلوبين سواء كان الاستقرائي أو الأسلوب الاستنباطي يتوقف على طبيعة البحث، وليس هناك مجال للمفاضلة بينهما، إذ لا يمكن اعتبار أحدهما بديلاً للآخر، بل كل منهما سيكون مكمل للآخر. كمثال على المنهج الاستقرائي، في البداية سنوضح كيف يمكن للطالب الانتقال من الجزء إلى الكل في المنهج الاستقرائي في عملية البحث. مثال: الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، أيضا الألمنيوم يتمدد بالحرارة. إذن بالاستسلام للحقيقة أن الحديد والنحاس والألمنيوم معادن، إذن كنتيجة للمعادن سنقول المعادن تتمدد بالحرارة، وهذا مثال على المنهج أو الأسلوب الاستقرائي. نأتي إلى المنهج الاستنباطي. يعتمد هذا المنهج على التسلسل المنطقي في الافتراضات والبديهات العامة المسلم بها إلى استنتاجات معينة تؤدي إلى تكوين نظريات خاصة محددة المعالم، وتفسر أيضاً أوضاعاً خاصة، فيبدأ الباحث من العموميات بعد التسليم بصحتها وينتهي إلى الخصوصيات أو الجزئيات، مستخدماً التحليل المنطقي للتنبؤ ببعض النتائج التي تترتب على الفروض موضع البحث وسلامة الاستنتاج. بموجب التحليل الاستنباطي يرتبط بصحة وسلامة الافتراضات أو المسلمات والبديهات المتخذة أساساً لهذا التحليل. فإذا عابها ضعف أو خطأ، انعكس ذلك على النتائج التي يتوصل إليها الباحث،
وهذا يفسر ما قد يلاحظ أحياناً من الأسس والافتراضات التي بنيت عليها تلك النظريات في كل حالة. كمثال على ذلك، ما توصل إليه آدم سميث في مذهب الحرية الاقتصادية التي قامت على أسس النظام الرأسمالي، إذ تناولت الافتراضات أن الإنسان محب للغير ومتعاون، والمطلوب ترك الأفراد أحراراً في أموالهم وعدم تدخل الدولة. إلا أنه ثبت أن هذه الافتراضات غير صحيحة على الإطلاق، حيث أن حرية الفرد قد تتعارض مع مصالح الآخرين، أي أن تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين، مما أدى إلى ضرورة تدخل الدولة في توجيه المجتمع. وعلى هذا الأساس قامت نظرية التوجيه الاقتصادي. ومن هنا نستنتج أن المنهج الاستقرائي ينطلق من الخاص إلى العام، يعطي أمثلة، يتم استخلاص نتائج من هذه الأمثلة، نصدر حكم عام. على عكسه المنهج الاستنباطي، والذي ينطلق من العام إلى الخاص، ثم إصدار حكم عام، ثم يأتي إعطاء أمثلة، ثم نستخلص نتائج من هذه الأمثلة. وهذا الفرق بين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. أما الطريقة الأخيرة من طرق الوصول إلى المعرفة فهي طريقة التفكير العلمي أو البحث العلمي، وتشير هذه الطريقة إلى أن التفكير العلمي يكمن فيما نريد التعرف عليه، ويمكننا إيجاز ذلك في التفسير والتنبؤ والسيطرة وتكوين بناء منظم من العلوم والمعارف. وتقوم هذه الأهداف على مسلمة مفادها أن كل أنواع السلوك والأحداث أمور منظمة، وأنها نتائج لأسباب يمكن الكشف عنها. والتقدم نحو هذه الأهداف يتضمن وضع النظريات المناسبة واختبارها، حيث أن وظيفة النظريات تكمن في تفسير الظواهر. فإذا قارنا الطريقة العلمية بغيرها من مصادر المعرفة مثل الخبرة أو الاعتماد على أهل الثقة والمفكرين أو الاستقراء أو الاستدلال، فإننا نجد أن الطريقة العلمية هي أكثر فاعلية وثبات، وهي الطريقة التي تلخص البحث العلمي من خلال عدة مراحل تتمثل في الإحساس بالمشكلة، تحديد المشكلة، وضع فرضيات وبدائل، اختيار إحدى هذه الفرضيات أو اختيار البديل الأمثل، تطبيقه للخروج في النهاية بتعميمات يمكن تطبيقها على الأمور والمواقف المتشابهة. وبعد تعريف كلمة البحث وتعريف مفهوم العلم، نأخذ الآن مفهوم البحث العلمي، والذي يشير إلى وسيلة للدراسة يمكن من خلالها حل المشكلات المختلفة من خلال الاستقصاء الشامل والدقيق لمختلف الظواهر والمتغيرات والأدلة التي ترتبط بمشكلة البحث، كما أنه الطريق للاستقصاء والتتبع المنظم والدقيق والموضوعي للكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجديدة، فضلاً عن تطوير وتعديل وتحليل المعلومات التي تقوم على أن يكون الأسلوب العلمي أداة وتنظيماً وتحليلاً المميزة للباحث. أيضاً ممكن الإشارة إلى أن البحث العلمي هو الاستعلام عن صورة المستقبل من خلال اكتشاف الحقائق والعلاقات الجديدة والتحقق من صحتها. يمكن الإشارة أيضاً إلى أن البحث العلمي هو الدراسة العميقة والدقيقة لمشكلة من المشكلات التي قد تواجه المجتمع في أي ميدان من ميادين العلوم الطبيعية والتكنولوجية وأي فرع من الفروع أو العلوم الإنسانية. فالبحث العلمي يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها في المستقبل. أهمية البحث العلمي، إن التقدم الحضاري عند الشعوب يرتبط بانتشار التعليم النوعي والتعلم في أسس البحث العلمي، سواء كان رأسياً أو أفقياً داخل بنية المجتمع. كون الفرد لا يستطيع أن يؤدي مهنته أو رسالته نحو نفسه أو مجتمعه أو وطنه أو حتى نحو خالقه،
إلا بالعلم والتعليم المكتسب الذي يكون مبني على الإخلاص وعلى بذل الجهود الحثيثة لاكتساب المعرفة والعلم والتعلم الذاتي حتى يرتقي بنفسه ويرتقي بمجتمعه، ولا يرتقي إلا بالمعرفة والحقيقة. يقاس تقدم المجتمع أو تقدم الشعوب من خلال درجة وعيها وحضارتها وعلمها، لذا تتضح أهمية البحث العلمي بالاهتمام من قبل الباحثين في الكشف عن الحقائق الجادة وتفسيرها والنقد المنطقي الذي يسهم في تطوير المعارف الإنسانية ويسهم أيضا في تهذيب سلوك الإنسان. وترتبط أهمية البحث العلمي أيضا بمدى توفر الأمان للباحث لكي يحفزه ذلك على عملية الإبداع. يساهم الباحثين ضمن البحث العلمي في تقدم الأفراد والمجتمع، ويتطلب ذلك إمكانات مادية، إمكانات بشرية قادرة ومقتنعة بأهمية البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي التي تتطلب الوصول إلى نتائج صحيحة. لابد أيضا أن نشير إلى أن هناك مؤشرات عامة للباحث في توجيه منهجية البحث العلمي حتى يكون قادر على إنتاج بحث بالطرق العلمية المنطقية، وحتى يكون قادر على الوصول إلى الحقائق والنتائج الواضحة. تتلخص أهمية البحث العلمي في عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى، ممكن أن نقول أن أهمية البحث العلمي تشير إلى تقديم رؤية عن المستقبل والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفية ومدى تطورها. أيضا قد يساعد البحث العلمي الباحث على تفعيل العقل للتعرف على ما يحدث في أماكن مخفية عن الأنظار. يلعب البحث العلمي دورا كبيرا في دفع عجلة التطور نحو الأمام وفي تقدم الشعوب في كافة نواحي الحياة. يسهم أيضا البحث العلمي في مساعدة الناس على فهم ورؤية الكون بشكل واضح. من فوائد البحث العلمي وأهميته تتلخص في تنمية أساليب ومنهجيات وآليات متطورة لإجراء الدراسات التي تساعد على خدمة المجتمع. يسهم أيضا البحث العلمي في تخلص المجتمع من الظواهر السلبية، وذلك لأن البحث العلمي يجد الحلول لهذه الظواهر. أيضا تتمثل أهمية البحث العلمي في تنمية الاقتصاد وإنجاح الأعمال التجارية والمشاريع. تنبع أيضا أهمية البحث العلمي من إتاحته الفرصة للباحثين في رفع مستوى المعرفة العامة وتزويدهم من إمكانيات التفكير العميق. أيضا للبحث العلمي الدور الكبير في إثبات صحة النظريات الصحيحة وتصحيح النظريات الخاطئة. لابد أيضا من الإشارة إلى أن البحث هو المحرك الأساسي لعجلة التطور والتقدم، وذلك من خلال الاكتشافات التي يقدمها في مجالات كافة ومتعددة. يسهم أيضا البحث العلمي في مساعدة الباحثين على إضافة المعلومات الجديدة، أيضا إجراء التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة. من أهمية البحث العلمي أيضا أنه يتغلب على الصعوبات التي قد نواجهها، سواء كانت هذه الصعوبات سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو حتى صعوبات اجتماعية وما إلى ذلك من صعوبات. يفيد البحث العلمي الإنسان في تقصي الحقائق التي تسهم في التغلب على المشكلات، كمشكلات الأمراض أو الأوبئة، أو حتى في معرفة الأماكن الأثرية أو الشخصيات التاريخية، أو حتى في التفسير النقدي للآراء والمذاهب والأفكار. لا ننسى أيضا أن نذكر أن أهمية البحث العلمي تتلخص في أنه يحل المشاكل الاقتصادية، الصحية، التعليمية، التربوية والسياسية وغيرها من المشاكل. لذا فإنه يفيد في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصول إلى تعميمات وقوانين كلية. إن أبسط تطبيق للتفكير العلمي أو البحث العلمي هو الاعتماد على التخطيط كمبدأ في مواجهة المشكلات، سواء كانت مشكلات فردية أو مشكلات اجتماعية. فالبحث العلمي يوصف بأنه أسلوب للدراسة العميقة لمشكلة من المشكلات التي تواجه المجتمع في أي ميدان من ميادين العلوم الطبيعية والتكنولوجية،
ويهدف البحث العلمي إلى تحقيق عدة أهداف. تتلخص أهداف البحث العلمي أولاً في العمل على زيادة المعارف في كل المجالات العلمية، سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، أيضاً في حل المشكلات الاجتماعية والإنسانية كالمشكلات الاقتصادية والإدارية والسلوكية ومشكلات العمل والعمالة. من أهداف البحث العلمي أيضاً إحراز تقدم في النظريات واكتشاف الحقائق العلمية. يهدف أيضاً البحث العلمي إلى تزويد متخذي القرارات سواء في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بأسس صحيحة وسليمة مبنية على شيء علمي عقلاني منظم. أيضاً من أهداف البحث العلمي تفسير الظواهر التي تجري في بيئة الإنسان ومحاولة إيجاد العلاقات بينهما وبين الظواهر الأخرى على أساس مبدأ السببية، أي أن لكل سبب مسبب. خصائص البحث العلمي: إن البحث العلمي إذا أراد أن يحقق أهدافه، خاصة في ظل الثورة المعرفية وفي ظل تكنولوجيا المعلومات وانتشار المستحدثات التكنولوجية الجديدة، فإنه ينبغي عليه أن تتوافر فيه عدة شروط. تتضمن هذه الشروط جودته، وليتم الاستفادة منه نجمل هذه الشروط على النحو الآتي: أولاً سنشير إلى الشروط الجوهرية، أما ثانياً فسوف نتناول الشروط الشكلية. نأتي أولاً إلى الشروط الجوهرية، ومنها أن يكون البحث هادفاً، إذ لا يمكن أن نتخيل بحثاً علمياً يخلو من الأهداف المحددة، وعادة ما تهدف البحوث التطبيقية إلى حل أو تخفيف وطأة المشكلات التي تواجه الأفراد والجماعات، مثل الفقر والبطالة، التلوث البيئي، تدني الإنتاجية، الصحة العامة ومعالجة ضعف التحصيل الدراسي، وأيضاً منها تحسين كفاءة الأداء التربوي. أما الخاصية الثانية من الشروط الجوهرية فهي تشير إلى أن البحث يجب أن يكون موضوعياً، والموضوعية في البحث العلمي تعني أن تكون استنتاجات الباحث ونتائجه بعيدة عن هواه، ولا تخدم إلا غرضاً علمياً نبيلاً، أي أن يكون البحث يخدم فقط المصلحة العلمية. أيضاً من خصائص البحث العلمي من الشروط الجوهرية أن يكون البحث قابلاً للتعميم على نطاق واسع، أي أن البحوث التي تعمم ويمكن تعميمها تكون فوائدها أكبر وتكون ذو أهمية أعلى، مما يتيح للباحث الذي أجرى البحث أن يكون متاحاً لغيره من الباحثين الآخرين. فلا يعقل أن يكون الباحث الذي أجرى البحث قد تفرد دون غيره بالعلم والمعرفة عن موضوع البحث. أيضاً من ضمن الخصائص أن يكون البحث قوياً من الناحية النظرية والعلمية، مفاد ذلك أن البحث يجب أن يكون مستند إلى أسس نظرية وعلمية قوية وقائم على فرضيات قابلة للتطبيق والتحقيق. هذا يعني أن البحث الجيد يجب أن ينبغي أن يكون مستنداً إلى فرضيات قوية، ولا يجب أن يكون سطحياً أو مستنداً إلى فرضيات ضعيفة. من الخصائص أو الشروط الجوهرية أن البحث يجب أن يكون متوازناً من حيث الفوائد المرجوة منه مقابل الكلفة التي ستنفق عليه، فلا يعقل أن تكون الفوائد المرجوة من البحث قليلة مقارنة مع التكلفة العالية التي ستكون على البحث. يمكن القول أن البحث الناجح هو البحث الذي يضاف إلى المعرفة العلمية المعاصرة، سواء على صعيد النظرية أو التطبيق، ويعني ذلك أن البحث يجب أن يجري على حدود المعرفة العلمية وآفاقها المعاصرة، ولعل البحوث التي تنجم عن الاستثارة التي يقدمها حضور المؤتمرات العلمية العالمية هي أقر البحوث لآفاق المعرفة، لأن النشر في الكتب يعتمد على البحوث التي تنشر في المجلات العلمية، ويبقى في قوائم الانتظار مدة تفوق السنة في بعض الأحيان دون الاطلاع عليه. الخاصية
الأخرى من خصائص البحث العلمي تتمثل في الشروط الشكلية، وأولا من الشروط الشكلية الالتزام بالخطوات العلمية المتعارف عليها. على الباحث هنا أن يختار مشكلة محددة للبحث تناسب في حدودها ما يتاح للباحث من قدرات علمية، من قدرات مادية، من قدرات أو أوقات زمنية، وأن يضع مشكلة البحث بطريقة واضحة تقود إلى عدد معقول من الأسئلة، وأن يضع الفرضيات المستمدة من أسئلة البحث بصياغة تحدد المتغيرات، وأن يختار أدوات القياس التي تتناسب مع قياس تلك المتغيرات، وأن يصمم الباحث تصميماً يسمح باختيار أو اختبار الفرضيات ويسمح بجمع المعلومات ويسمح بتحليلها لاتخاذ القرار حول صحة الفرضيات أو عدم صحة تلك الفرضيات. أيضا من الشروط الشكلية أن يكتب البحث بلغة سليمة خالية من الأخطاء الإملائية، لغة نحوية وصرفية مفهومة، أي أن تكون تناسب الجميع بما سيعرضه البحث. فالبحث الموجه إلى الإداريين يجب أن يختلف في مصطلحاته عن البحث الموجه إلى المجتمع المتخصص كمجتمع العلماء، وأن يتسم الغرض أو العرض لهذا البحث بالتسلسل المنطقي والتدرجي. أيضا من الشروط الشكلية أن يكون عنوان البحث شامل وواضح. عنوان البحث دائما هو المفتاح الذي يساعد القارئ على اتخاذ القرار بقراءة البحث أو حتى الانصراف عن قراءة هذا البحث، لذلك يتوجب أن يدل العنوان بشكل رئيسي وواضح على موضوع البحث، وأن يدل على تفاصيل المتغيرات التي سيعالجها هذا البحث، كما أن يدل على المكان والزمان الذي أجري فيه هذا البحث إذا كان ذلك مجدياً. إن تلك الخصائص يجب أن تتم مراعاتها في البحث العلمي، وبغير ذلك يمكن أن يتعثر تقدم البحث العلمي سواء على مستوى المؤسسات بشكل كبير من مؤسسات بحثية، أو على مستوى الدولة، أو على مستوى الأفراد. وحتى يتمكن الباحثون من ترجمة تلك الخصائص إلى واقع، فإن على مؤسسات التعليم العالي والعام أن توفر المقومات الأساسية التي تسهم في تطوير البحث العلمي وتقدمه في تلك المؤسسات. يمكن الإشارة إلى عدة خصائص يمكن ذكرها بشكل عام للبحث العلمي. تتمثل أولاً الموضوعية، ويقصد بها تجرد الباحث عن الذات في الأحكام والنتائج وكافة خطوات البحث، كما ينبغي أن تتسم البيانات والمعلومات مما يوصف بالعلمية والموثوقية. أيضاً أن يتصف البحث بالشمولية والتعميم، يجب مراعاة حجم المجتمع المدروس وحجم العينة المعتمدة ونوعها وتحديدها مسبقاً بحيث تمثل بصدق حجم المجتمع محور الدراسة حتى يستطيع تعميم النتائج بشكل شامل وشكل هادف. أيضا من الخصائص أن يتم استخدام الأسلوب العلمي، يشترط في البحث العلمي أن تتوافر فيه كافة الشروط من تحديد دقيق للمشكلة، من تحديد دقيق للفرضيات ودوافع البحث ومنهجيته ووسائله وبياناته والمعلومات الأخرى ذات العلاقة، انتهاءً بتحديد النتائج وصياغتها، بحيث يخرج البحث كسلسلة مترابطة متكاملة الحلقات وبعبارات دقيقة معبرة قابلة للتداول أو للتأويل والجدل حتى يستسنى الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة. أيضا من خصائص البحث التي يمكن الإشارة إليها التنبؤ، إذ ينبغي أن ينتهي البحث العلمي إلى تحديد مستقبلي للظاهرة التي تم دراستها وتعيين ذلك في اتخاذ القرار التخطيطي الملائم، باعتبار أن التخطيط تفكير مبرمج مسبق لفعل لاحق. أيضا من الخصائص المصداقية والموثوقية، وهما صفتان مهمتان مترابطتان في البحث العلمي، والمصداقية نوعان داخلية وخارجية،
فالصدق الداخلي يعبر عن العلاقات السببية، بينما الصدق الخارجي يتوافر عندما لا تقتصر نتائج البحث على مكان وزمان معينين، بل تتصف بالشمولية وإمكانية التفهم والتعمق. وأيضا في الوقت اللاحق سنشير إلى معنى الصدق الخارجي والصدق الداخلي. أيضا من الخصائص للبحث العلمي الدقة، وتشير هنا إلى الدقة في تحديد الأبعاد المكانية والزمانية. فالبحث يشترط فيه أن يحدد مسرح الدراسة تحديدا دقيقا. وكقاعدة، كلما صغرت مشكلة الدراسة كلما ارتقت النتائج إلى مستويات جيدة. لذلك يفضل علم الجغرافيا البحوث التي تعالج أصغر وحدة مكانية، بحيث يستطيع الباحث فيها تغطية عمله وإتمامه ميدانيا طبقا لمؤهلاته وإمكانياته الشخصية. في النهاية يمكن ذكر خاصية أخيرة للبحث العلمي مفادها الدقة، أي بمعنى أن النتائج يجب أن تكون دقيقية، ويجب الإشارة إلى إمكانية التحقق والإثبات منها. فعلى الباحث العلمي أن يكون قادراً على الحكم بطريقة جيدة أو بمواصفات معينة على بحثه، وأن يبرهن على الفرضيات التي تم وضعها لتعطي الثقة، ولنستطيع أن نعمم هذه النتائج. إن البحث العلمي يقوم على عدة أمور: حل المشكلة، جمع المعلومات، أيضاً على الموضوعية، الخطة بعناية، كما يقوم على الصبر والمثابرة، تحديد المفاهيم، أدبيات البحث والاطلاع عليها والاطلاع على الإطار النظري كما نقول، أيضاً المعارف الجديدة. وهذه جميعها تتمثل وتشمل خصائص أيضاً البحث العلمي. مقومات البحث العلمي: بالنظر إلى طبيعة البحث العلمي في العصر الحاضر وعوامل نموه وتطوره في البلدان التي قطعت صوتاً كبيراً في ميدان البحث، يمكن ملاحظة أن البحث العلمي أصبح يرتكز على مقومات معينة. تتمثل هذه المقومات في البحث العلمي بما يأتي: أولاً، إنشاء مركز قومي للبحوث. ثانياً، توفير المال اللازم للقيام بعملية البحث العلمي. ثالثاً، تحديد النصاب والتفرغ للباحثين الذين سيشتغلون أو المنشغلين في عملية البحث العلمي. أيضاً، توفير المختبرات والأجهزة وتوفير المكتبات والاشتراك بشبكات الاتصال أو الدولية الإنترنت وتوفير المكتبات الرقمية والكتب التي سيتم الحاجة إليها في عملية البحث العلمي. أيضا نشر البحوث، يتوجب نشر البحوث ضمن قواعد بيانات قوية ليتم تعميمها وليحصل عليها أكبر قدر ممكن من المجتمع. أيضاً توفير الأمكنة اللازمة أو الأماكن التي تلزم والتي تساعد في عملية البحث العلمي. أيضاً الاهتمام بالدراسات العليا في الجامعات وتحضير الباحث المناسب لهذه الأبحاث العلمية. ويمكن الإشارة إلى أن هناك مقومات للبحث العلمي تتمثل في المتطلبات والمستلزمات البشرية أو المادية أو المؤسسية لكل الدول، وإن تباينت مقومات البحث العلمي لديها، حيث تشكل تلك المقومات اللبنة الأساسية وحجر الأساس الذي يسهم في النهوض بعملية البحث العلمي، وهو ما نطمح إليه وما نود الوصول إليه. سمات الباحث العلمي: هناك العديد من السمات أو الصفات للباحث العلمي التي يجب أن يتحلى بها، والمتمثلة في الأمانة العلمية، الموضوعية، القدرات العقلية والفكرية والجسدية، والخبرة والتدريب العملي في البحث.
نشير أولاً إلى الأمانة العلمية والتي تتمثل في أمانة الاقتباس والتعامل مع النصوص والبيانات المعتمدة والأفكار والآراء وغيرها. أما السمة الموضوعية فهي تشير إلى تجنب الذات، فالبحث العلمي يعنى بوجود مشكلة ولا بد من دراستها وتقديم الحلول لها، أي أن البحث العلمي ليس مجالاً للمجاملات أو الدعاية، وعليه فالكشف عن الحقائق كما هي أولى متطلبات الباحث النزيه. أيضاً القدرات العقلية والفكرية والجسدية، يعد البحث العلمي مسألة جهادية كبرى تتطلب القوة والتحمل والصبر في الاستقصاء والبحث والجرأة في طرح النتائج. من سمات الباحث العلمي أيضاً الخبرة والتدريب العملي في البحث، فتتباين مستويات الباحثين طبقاً لثلاثة متغيرات هي الذكاء المفروض والصبر على تحمل المشاق والمتابعة المستمرة المقرونة بالقدرة على تخزين المعلومات وإمكانية استعادتها باللحظة المناسبة، فضلاً عن سنوات الخبرة والتجارب المتلاحقة والتوجه السليم والتدريب الكفؤ الذي يتلقاه الباحث ضمن دراستهم. محصلة تلك المتغيرات تتجسد بتحديد مستوى الباحث العلمي وما هي مكانته العلمية. الصعوبات التي تواجه الباحث. أي باحث قد يقوم ببحث علمي لا بد من أن يواجهه عدد من التحديات أو المعيقات أو الصعوبات. يمكن إيجاز عدد من هذه الصعوبات أو التحديات فيما يلي. أولاً الوقت اللازم لإجراء البحث، فإذا كان الوقت المستغرق لإنجاز البحث أقل من الوقت اللازم فإن ذلك سيكون على حساب شمولية البحث ودقته، وإذا كان الوقت المستغرق أكثر من اللازم فإن تكلفته قد تكون أعلى، وكذلك نتائجه قد تكون غير دقيقة لأن المعلومات قد تتغير بمرور الوقت وقد تتغير بمرور الزمن. من الصعوبات أيضا التي قد تواجه الباحث في عملية كتابة البحث العلمي اختيار العينة، فقد يختار الباحث عينة صغيرة جدا وقد تكون هذه العينة غير ممثلة لمجتمع الدراسة، كما وقد يختار الباحث عينة كبيرة فلا يستطيع الوصول إلى جميع أفراد هذه العينة. أيضا من الصعوبات التي قد تواجه الباحث أدوات البحث. نحن نعرف أن أدوات البحث تشير إلى الطرق الميدانية التي يستخدمها الباحث في حالة اختيار عينة الدراسة أو موضوع البحث، وتتعدد أدوات الدراسة التي يستخدمها الباحث في الأبحاث العلمية وتتمثل في المقابلة، الاستبيان، الملاحظات، الاختبارات. وقد تشمل هذه الأدوات أسئلة إيحائية وقد تشمل تسجيل ملاحظات، قد تكون هذه الملاحظات متحيزة لنتائج معينة وهذا قد يحدث خلل في النتائج للبحث العلمي. من الصعوبات أيضا التي قد تواجه الباحث الحاجة إلى التمويل، فقد يكون الباحث بحاجة إلى أموال كبيرة وهائلة أكثر من الإمكانيات المادية التي تكون متاحة في يد الباحث فلا يستطيع أن يقوم بالبحث العلمي. أيضا من الصعوبات عدم دقة المعلومات، وعدم دقة المعلومات التي يجمعها الباحث تؤثر وتؤدي إلى نتائج خاطئة ومضللة، بالإضافة إلى عدم شمولها لبعض المعلومات فقد يكون البحث بذلك غير مكتمل وقد تكون نتائجه غير دقيقة. ومن الصعوبات التي تواجه الباحثين العادات والتقاليد، فقد يصعب إجراء بحوث في موضوعات حساسة لدى بعض الشعوب كأجزاء بحوث في العلاقات العاطفية أو أسرار الأسرة وفقا لعادات تلك الشعوب أو عادات ذلك المجتمع. أيضا صعوبة عزل المتغيرات الأخرى عندما يكون هناك أكثر من متغير مستقل يؤثر في المتغير موضوع الدراسة، فإنه قد يكون من الصعب عزل المتغيرات المستقلة الأخرى بخلاف المتغير المستقل قيد البحث.
من الصعوبات التي تواجه الباحث في عملية بحثه وكتابته للبحث العلمي أيضا فتور همة الباحث. فمعنوية الباحث ووجود دافع وحافز للقيام بالبحث العلمي مهمة جدا. فقد يواجه الباحث فتورا في حماسه لإنجاز البحث كنتيجة لبعض المثبطات للعزيمة أو كعدم توفر المصادر أو لأسباب تتعلق بضبط الوقت وضغط الوقت والضغوطات المترتبة عليه أو وجود صعوبات تتعلق في عملية جمع المعلومات. ويتولد أحياناً سؤال في أذهاننا مقتضاه معرفة من هم الأشخاص الذين يهتمون بعملية البحث العلمي؟ هل هم فقط الطلبة والعلماء أو أن أي إنسان ممكن أن يهتم في البحث العلمي؟ هناك عدة جهات من الممكن أن تهتم بعملية البحث العلمي. الباحثون، هناك مجموعة من الباحثين يحبون تنمية مهاراتهم ونشر المعرفة عن موضوع معين فيبحثون لإيجاد النتائج وقد يتم التعميم. أيضا العلماء وأيضا طلبة الدراسات العليا خلال مراحل دراستهم الماجستير أو الدكتوراه، وأيضا كل إنسان مهما كان عمله أو مركزه قد يكون له اهتمام بالبحث العلمي. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك فرق بين المؤلف والباحث. فالإنسان العادي يميل إلى التمسك بآراء ليس لها سند علمي وينقلها دون فحص وتدقيق ودون أن يخضعها للتجربة، بينما الباحث العلمي فإنه يميل إلى إثبات الفكرة أو نفيها مستخدما الطريقة العلمية. أيضا الباحث العادي أو الإنسان العادي ينتقي الأدلة والشواهد التي يريدها لإثبات فكرته ويهمل أي شيء يعارض أفكاره أو تفسيراته، بينما الباحث العلمي يتمسك بالنزعة الانتقائية ويبحث دائما عن الأدلة والبراهين ويقبلها جميعها ويخضعها للفحص والتجربة حتى التي ترفض ولا تتوافق مع نظريته، لأنه يحاول البحث عن دليل لبرهان إثبات نظريته أو إثبات النتيجة التي توصل إليها. الإنسان العادي يحمل أفكارا مسبقة ويحاول إثباتها بأي وسيلة حتى لو وجد دلائل ضعيفة على صحتها، وبذلك يحصر نفسه ضمن إطار أفكار مسبقة لا تعطي الحرية الكافية. أما الباحث العلمي يتجرد من جميع الأفكار السابقة ويبحث ويقبل بالنتائج التي يتم التوصل إليها. الإنسان العادي أو الباحث العادي يبين السبب والنتيجة في الحوادث، أما الباحث العلمي فيحرص على التدقيق ولا يخلط بين الأسباب والنتائج. الباحث العلمي يستخدم أسلوب تثبيت العوامل أو ضبط المتغيرات، فإذا أراد أن يبحث أثر الذكاء مثلا على التفوق الدراسي فإنه يثبت أو يضبط كل العوامل التي قد تؤثر على التفوق الدراسي مثل المعلم، المنهج، المستوى الاجتماعي والاقتصادي للطلبة، ويعزلها تماما عن مجريات وأحداث الدراسة حتى لا يكون لها أثر، ويتمكن من دراسة العلاقات بين التفوق والذكاء. أما الإنسان العادي فلا يستخدم هذا الأسلوب وغالبا ما ينسب النتائج إلى عوامل غير مسببة. الباحث يستخدم النظريات والفروض في تفسيره للحوادث ثم يخضعها للفحص، يتم إخضاعها للفحص والتجريب. أما الإنسان العادي فيكتفي فقط باستخدام انطباعاته الذاتية عن الأشياء والحوادث. الفرق بين المؤلف والباحث أن المؤلف باختصار يبني فكرة ويحشد البراهين لإثباتها، متحيز، يهتم بالعبارات الرنانة والصياغة البلاغية والأساليب الجاذبة والممتعة، أيضا يستطرد بموضوع محدد، نتاجه قد يكون كتاب، تأليف كتاب، أيضا يكتب بضمير المتحدث، أرى، أميل، أرجح. أما الباحث العلمي فيبحث عن حقيقة
وبناء عليها يعد ويفرض فرضيات ويبحث عن صحتها ويختار البديل الأنسب ليصل إلى النتيجة. الباحث العلمي محايد ولا يكون متحيز أبدا. الباحث كل كلمة يكتبها لها معنى وفائدة، لا يهتم بالأساليب البلاغية، لا يهتم بالعبارات الرنانة. يحدد موضوع البحث بدقة ولا يخرج عنه إطلاقا. نتاجه يكون بحث علمي. يكتب بضمير الغائب، يرى، يرجح، فبحثه قابل للتعميم، لذلك يتكلم بضمير الغائب، أي أن النتائج تعمم، ليس مثل المؤلف أو عندما يتحدث عن كتاب فهو يتحدث عن وجهة نظره، نظر خاصة، بينما الباحث العلمي بناء على أدلة موثوقة. أما فيما يتعلق في مناهج البحث العلمي، فإن الباحث عندما يشعر بمشكلة فإنه يدرسها. إذا كانت هذه المشكلة تختص بالماضي فإنه سيستخدم المنهج التاريخي، وإذا كانت تختص بالحاضر فإنه سيتطرق لدراستها من خلال المنهج الوسطي. أما إذا كانت تختص بالمستقبل فيتم دراستها من خلال المنهج التدريبي. مثال على ذلك، عند إنشاء دليل إداري أو استراتيجية سيتم تطبيقها في المستقبل، إذن سندرسها من خلال المنهج التدريبي. كل ذلك في البداية سيتم تحديد المشكلة ثم استخدام المنهج العلمي بوسائله وطرقه، وذلك للتوصل إلى حلول. إن شاء الله سنتطرق لهذه العملية بالتفصيل في محاضرات قادمة. وفي النهاية لابد أن نشير إلى موضوع مهم والذي يقود إلى أمور مفادها، أن المسلمين قد حملوا شعلة الحضارة الفكرية للإنسان فترة من الزمن، حيث اهتم العلماء المسلمون بعملية الملاحظة والتجربة بالإضافة إلى التأمل العقلي، واستخدموا الأدوات العلمية والأساليب الكمية، وبذلك فقد نبغوا في الرياضيات والفلك والهندسة والطب والفلسفة وأيضا في الكيمياء وغير ذلك من العلوم، وبالتالي فقد أسهم المسلمون بشكل كبير جدا في إرساء قواعد المنهج العلمي والبحث العلمي، وخاصة في الاستقراء، حيث اعتمد علماء النهضة في أوروبا بعد ذلك على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية العربية من رقي وتقدم في مختلف نواحي العلوم. أما في العصر الحديث والعصر الحالي فقد كان أول من بحث في أسس الفكر العلمي هو فرانسيس بيكون، الذي ألف كتابا في قواعد المنهج التجريبي وخطواته، إذ لخص هذا العالم تلك الخطوات في عملية جمع الحقائق وتصنيفها ومقارناتها مع الحقائق الأخرى، ثم توصل إلى نتائج محددة واختبار صلاحية هذه النتائج. ولا بد أيضا للإشارة أن البحث العلمي مهم جدا للباحثين في الاعتماد على أنفسهم في اكتساب المعلومات، والسماح لهم بالاطلاع على مختلف المناهج واختيار الأفضل منها، كما أن البحث العلمي مهم جدا في مختلف مجالات الحياة، في التفكير والسلوك وعملية الانضباط والحركة في المجتمع، ليزيد الاهتمام به ويزيد حل مشكلات مجتمعنا وخدمتها وتوفير الرفاهية والسعادة للمجتمع. وفي الحديث عن البحث العلمي في المنطقة العربية، فإن البحث العلمي يمر بمرحلة هامة جدا فرضتها عليه التطورات المتلاحقة والسريعة كنتيجة الثورة العلمية والتقنية، والتي فتحت الأفاق الجديدة أمام هذه الدول. هذا حتم على الدول العربية ضرورة مواكبة هذه التغيرات والمستحدثات التكنولوجية والتطورات في هذا العصر، ولا سبيل إلى ذلك ولا مفر إلا من خلال البحث العلمي. البحث العلمي في العالم العربي كان وما زال يمثل التحدي لثورة المعرفة والثورة التقنية، وهو ما تتصف به الألفية الثالثة
ضمن الميزات الأساسية في ممارسة النشاط العلمي والتقني كمقياس للتطور والرقي، إذ أن امتداد التأثير التقني على مختلف أوجه الحياة الإنسانية يجعل من البحث العلمي أحد الركائز التي يقوم عليها بناء مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة. ومن هنا أتت الحاجة إلى البحث العلمي الدائم ضمن التطورات في الوطن العربي وغيره من دول العالم. وكملخص سريع لما تم تناوله في هذه المحاضرة، سنشير إلى أن البحث العلمي لديه شقان: الشق الأول البحث، والتي أشارت إلى محاولة لاكتشاف جزء من المعرفة لإذاعته بين الناس والاستفادة منه، ومفهوم العلم الذي أشار إلى أنه مجهود أو نشاط يهدف إلى زيادة قدرة الإنسان في السيطرة على عناصر البيئة الطبيعية. وفرقنا أيضا بين العلم والمعرفة، وتناولنا أن المعرفة ليست مرادفة لمفهوم العلم، فالمعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية، فكل علم معرفة، إلا أنه ليس بالضرورة أن كل معرفة علم. تناولنا أيضا أن العلم يعني السير وفق الأسلوب العلمي بناء على قواعد ونظريات، فالعلم الإلمام بالحقيقة ويشير إلى الإدراك الكلي المركب على عكس المعرفة والتي تكون إدراك جزئي بسيط. أيضا تحدثنا عن أهداف العلم، إذ أن العلم يهدف إلى تحقيق الفهم من خلال إدراك الباحث جوهر الظواهر وتفسيرها، لا أن يكتفي بوصفها وتشخيصها. أيضا أن العلم يهدف إلى تحقيق التنبؤ، بمعنى أن يستنتج الباحث من فهمه للظاهرة وقوانينها نتائج أخرى مرتبطة بالظاهرة. فالتنبؤ هو تصور للنتائج التي يمكن أن تحدث طبقا لمختلف القوانين. أيضا من أهداف العلم الضبط والتحكم، أي التحكم بالظواهر المتنوعة وفرض السيطرة عليها بما يكفل تحقيق النتائج التي نريدها. تحدثنا أيضا عن خصائص العلم: التجريب والافتراض، المنطق، التطبيق، القيم والأخلاق. وتناولنا أيضا طرق الوصول إلى المعرفة، بدءا بطريقة المحاولة والخطأ، ثم الخبرة، ثم محاولة المرجعية أو السلطة، ثم التطور كان إلى التفكير الاستنباطي الاستدلالي، ثم كان التطور إلى الأسلوب الاستقرائي، ثم أتى التفكير العلمي أو المنهجية، منهجية البحث العلمي. وتم تعريف البحث العلمي بأنه وسيلة للدراسة يمكن التمكن من خلالها إلى حل المشكلات المختلفة عن طريق الاستقصاء الشامل والدقيق لكافة ومختلف الظواهر والمتغيرات والأدلة التي ترتبط بمشكلة البحث. أشرنا أيضا إلى أن للبحث العلمي أهمية تتمثل في أن البحث العلمي يساعد على إضافة المعلومات الجديدة، يساعد على إجراء التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة. أيضا إن البحث العلمي يتغلب على الصعوبات التي قد نواجهها، سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، من خلال إعطائنا الحلول اللازمة. أيضا يفيد البحث العلمي الإنسان في التقصي عن الحقائق التي تسهم في التغلب على الأمراض، أو معرفة الأماكن الأثرية، أو التشخيصات التاريخية، أو التفسير النقدي للآراء والأفكار. أيضا البحث العلمي يحل المشاكل الاقتصادية، الصحية، التعليمية، التربوية، السياسية، ويفيد في تفسير تلك الظواهر والتنبؤ بها عن طريق الوصول إلى تعميمات وقوانين كلية. نحن بحاجة إلى التنبؤ بما سيتم ولوضع خطط وتصورات لاحقة تساعدنا في حياتنا. أهداف البحث العلمي: من أهدافه زيادة المعارف في كل المجالات العلمية، حل المشكلات الاجتماعية والإنسانية كالمشكلات الاقتصادية والإدارية والسلوكية. أيضا تحدثنا عن هدف إحراز تقدم في النظريات والاكتشافات للحقائق العلمية. أيضا من أهدافه تزويد متخذي القرار بمختلف الأمور المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع من خلال طرق علمية يتم الاعتماد عليها ضمن اتخاذ قراراتهم. من أهدافه أيضا تفسير الظواهر التي تجري في بيئة الإنسان ومحاولة إيجاد العلاقات فيما
بينها وبين الظواهر الأخرى على أساس المبدأ العلمي. نحن نركز على أساس المبدأ العلمي أو السببية لكل مسبب. تناولنا أيضا خصائص البحث العلمي وتمثلت بعدة نقاط، تناولناها من الشروط الجوهرية والشروط الشكلية، ولكن بالمجمل العام تحدثنا أن أهم الخصائص تكون في الموضوعية، الشمولية، الأسلوب العلمي، التنبؤ، المصداقية والموثوقية، الدقة في تحديد الأبعاد المكانية والزمانية، وأيضا دقة النتائج وإمكانية التحقق والثبات منها. مقومات البحث العلمي تناولناها بعدد من المقومات التي كانت تبنى على إنشاء مركز قومي للبحوث، أيضا توفير المال اللازم والدعم المادي، تحديد النصاب والتفرغ للمشتغلين في عملية البحث العلمي، توفير المختبرات والأجهزة وتوفير المكتبات والاشتراكات بشبكات الاتصال الإنترنت حتى يتسنى لنا البحث العلمي بطريقة جيدة، أيضا نشر البحوث، توفير الأمكنة أو توفير جميع المستلزمات التي تساعدنا في عملية البحث العلمي، الاهتمام بالدراسات العليا في الجامعات وتحضير الباحث المناسب لهذه الدراسات. تناولنا أيضا سمات الباحث العلمي والتي تلخصت في الأمانة العلمية، الموضوعية، أن يكون لديه قدرات عقلية وفكرية وجسدية جيدة، الخبرة والتدريب العملي في البحث. أيضا تحدثنا عن أنه أي بحث علمي لابد أن يواجه صعوبات، أو أي باحث علمي سيواجه صعوبات، منها الوقت اللازم لإجراء البحث، أيضا من الصعوبات ستكون في اختيار العينة، سيكون هناك صعوبات في أداة البحث وتحديدها، قد يواجه صعوبات في عملية التمويل، كما قد يواجه صعوبات في عدم دقة المعلومات التي يجمعها، قد يواجه أيضا صعوبات في العادات والتقاليد، صعوبة عزل المتغيرات الأخرى عن المتغير المستقل فقد يؤثر على دراسته، أيضا فتور همة الباحث إذا كان البحث طويل، فهناك دراسات طولية أو تستمر إلى عدد من السنوات فقد تفتر همة الباحث. هذا تفصيل بأهم ما تم تناوله في هذه المحاضرة. شكرا لكم طلبتنا الأعزاء، سنتطرق إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى الأخلاقيات في البحث العلمي، وستكون المحاضرة الثانية سنتناول فيها مفهوم الأخلاق، سنتناول أخلاق البحث العلمي وأهم الصفات المهنية للباحث العلمي، سنتناول أهمية القيم الأخلاقية للبحوث وأنواع تلك القيم الأخلاقية، وما هي علاقة القيم الأخلاقية بعملية البحث العلمي، سنتناول المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي، ونأخذ لمحة عن مجمل الأمانة العلمية التي يجب أن تتوفر في الباحثين، سنتناول أيضا بعض المشكلات الأخلاقية التي تتعلق بالأفراد ومشكلة السرقة العلمية المنتشرة في الوقت الحالي. شكرا لاستماعكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضى، يعطيكم العافية جميعا، نلتقي إن شاء الله في محاضرتنا القادمة.